حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. عادل خيري. عادل خيري هو فنان كوميدي، سنواته الفنية لم تتعدى 7 سنوات، ولكنها كانت كفيلة أن يصبح أحد أهم أعمدة المسرح المصري، خصوصاً بعد رحيل الفنان نجيب الريحاني، حيث اعتبروه بعض النقاد خليفاً له، ولكنه كان بالذكاء الكافي ليقف ويعيد ترتيب أوراقه حتى لا يظلم نفسه بالمقارنة الظالمة له مع الفنان نجيب الريحاني. الفنان عادل خيري الذي تربى بين أركان المسرح حتى أصبح جزء لا يتجزأ منه، وأصبحت سنواته الفنية تتلخص في الكثير من العروض المسرحية مقابل القليل جدا من الأفلام السينمائية، وهذا نابع من عشقه لخشبة المسرح. أعزائي المشاهدين، اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الفنان عادل خيري، صاحب التاريخ الفني القليل، ولكن مقابل ذلك حقق نجاحات كثيرة استطاع من خلالها أن يحصد على قلوب الجميع، وما زال الكثيرين يتذكروه حتى الآن، لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولد عادل بديع خيري في يوم 25 من ديسمبر من عام 1931 بالقاهرة. والده هو الكاتب الكبير بديع خيري، الذي ارتبط بالعمل مع فنان الشعب سيد درويش قبل رحيله في عز شبابه، وبالكوميديان الكبير نجيب الريحاني. حفظ عادل بديع خيري أجزاء كبيرة من القرآن الكريم في طفولته، وأحب التمثيل منذ طفولته، وعن حبه للتمثيل قال: أحببت التمثيل منذ كنت في المدرسة الابتدائية، فإنني تنفسته في كل مكان في طفولتي، في المسرح عندما كنت أذهب مع أبي، وفي البيت عندما كان نجيب العظيم يزورنا، وفي الحفلات العائلية التي لم أكن أشاهد فيها غير وجوه الممثلين الذين أصبحوا أسرتنا الكبيرة. ولكن وبرغم حبه للفن والأسرة الفنية التي نشأ فيها، إلا أن والده بديع خيري لم يرد له أن يسلك طريق الفن، وأراد أن يصبح نجله محاميا، وبالفعل التحق بكلية الحقوق، ولكن كما يرد في المثل الشعبي ابن الوزد عوام. فحدث الانجذاب بين عادل خيري ومسرح الجامعة للهوى ليؤهله لاحتراف فن التمثيل بعد التخرج، فلم يجد الأب أمامه إلا الرضوخ لرغبة وموهبة نجله، ودفع به برفقة الفنانين حسين فايق وسراج منير لتأدية أدوار نجيب الريحاني بعد وفاته. فمع رحيل نجيب الريحاني قدم عادل خيري عروض الريحاني حتى أطلق عليه خليفة نجيب الريحاني. وعن هذا يقول عادل في حوار صحفي نادر: أبي لم يقدمني لأخلف نجيب بحال من الأحوال، وواهم من يدعي أنه يستطيع أن يكون خليفة له، ولكن الصحف هي التي أصرت علي أنني سأخلف نجيب. على أي حال، لقد بذلت جهدي لأكون جديرا بفرقته. جديرا بالذكر أن أول مسرحية يشترك في تمثيلها بفرقة الريحاني هي أحب حماتي أمام ماري منيب وحسن فايق. قدم عادل خيري على خشبة المسرح الكثير من المسرحيات، منها ما تم تسجيله للتلفزيون وأشهرها إلا 5، كان غيرك أشطر، يا ما كان في نفسي، كنت حليوة، الشايب لما يتدلع، 30 يوم في السجن، أحب حماتي، استنى بختك، أوعى تعكر دمك، الستات لبعضهم. كما قدم فيلمين البنات والصيف أمام كمال شناوي ومريم فخر الدين، ولقمة العيش أمام مها صبري وصلاح ذو الفقار. كما تعددت مواهبه بين التمثيل والغناء وكتابة الزجن.
وبرغم نجاح عادل خيري في المسرح إلا أنه كان يمارس عمله في المحاماة، وكان لديه مكتب شاركته فيه زوجته، واستمر يترافع في المحاكم. وكان بمجرد أن يدخل قاعة المحكمة للدفاع عن موكليه، كانت تضج قاعة المحكمة بالضحك لدقائق، فكان يشعر بالحرج. وبتكرار الموقف بعد أن أصبح مشهورا، اضطر أن يوقف عمله في المكتب خوفا على مصير موكليه والتفرغ للفن. حياته الشخصية كانت هادئة جدا، فقد تعرف على إيناس حقي، بطلة العالم في السباحة، التي تزوجها بعد تخرجهما من كلية الحقوق وأنجب منها 3 بنات. ومن المفارقات المأساوية في حياة الفنان الراحل أنه رغم امتلاكه لروح الدعابة والكوميديا التي أضحك بها الملايين، كانت نهايته محزنة. فعند بلوغه 31 من عمره، كان لا يصعد عادل خيري إلى خشبة المسرح قبل أن يأخذ الأدوية والحقن، حيث كان مريضا بالسكر، ثم أصيب بتليف الكبد، واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيا عن العمل في المسرح في أواخر أيام. وبعد أن ساءت حالته وأصبح مقيما في المستشفى بصفة مستمرة، استعان والده بالفنان محمد عوض لتقديم أدواره على خشبة المسرح. وأثناء فترة مرضه الأخيرة مل من الجلوس في المستشفيات، وفي يوم كانت تعرض إحدى المسرحيات وانتظر حتى ينتهي العرض وظهر إلى الجمهور، فضجت القاعة بالتصفيق طويلا له، وانهمرت الدموع على وجنتيه متأثرا بحفاوة الجمهور به، وكأنه كان يشعر أن أيامه الأخيرة قد اقتربت، فأراد أن يلقي نظرة الوداع إلى الجمهور. وتقول ابنته في حوار تلفزيوني: آخر مرة شفته فيها كان على كرسي متحد، وقال لي أنت الكبيرة خدي بالك من إخواتك. ثم فارق الحياة بعد هذه الواقعة بعدة أيام. في 12 من مارس عام 1963، عن عمر ناهز 32 عاما. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.